الوطن أجمل قصيدة شعر في ديوان الكوني. الوطن قبلة على جبين الأرض. الوطن المدرسة التي علمتنا فن التنفس. الوطن هو الحب الوحيد الخالي من الشوائب، هو حب مزروع في قلوبنا ولم يصنع. وطني ذلك الحب الذي لا يتوقف، وذلك العطاء الذي لا ينضب. أيها الوطن المترامي الأطراف، أيها الوطن المستوطن في القلب، أنت فقط من يبقى حبه، وأنت فقط من نحب. مستمعينا مشاهدينا الكرام، معكم الآن جنان يوسف بوقفة جديدة من وقفات حوار مفتوح. اليوم ضيف الراديو الكلداني، رئيس الرابطة الكلدانية من العراق، الأستاذ صفاء هندي. اليوم سوف نتكلم عن انتخابات الرابطة الكلدانية للدورة الثانية. طبعا هذا اللقاء لايف حي. أستاذ صفاء حيكون من العراق، وأحنا هنا من مدينة سانتياغو كاليفورنيا. اللقاء سيكون عبر الهاتف مباشرة. من يرغب بالمداخلة أو عنده سؤال، بالإمكان الاتصال بالراديو الكلداني 635-3364، أو بالإمكان كتابة المداخلة عن طريق فيسبوك الراديو الكلداني، وأيضا بالإمكان الاتصال عن طريق ماسنجر الفنان عدنان منصور. الاتصال تم. نقول مرحبا، مساء الخير. مرحبا، صباح الخير يومكم. صباح الأنوار ومساء الأنوار أستاذ صفاء، أهلا وسهلا بك. أهلا بيك أستاذ صفاء. أنت غني عن التعريف، بس يمكن أكو مستمعين جدد على الراديو الكلداني، فلهذا نتمنى بكلمات قصيرة من هو صفاء هندي. تفضل. شكرا جزيلا. أولا تحياتي لكادر الراديو الكلداني وتحياتي لكل مستمعي الراديو الكلداني. حقيقة صفاء هندي هو رئيس الرابطة الكلدانية في العراق والعالم من كركوك. صار تقريبا 4 سنين أنا على رئاسة الرابطة الكلدانية، عضو في مجلس مدينة كركوك، ومتزوج ولي طفلان وساكن في العراق في مدينة كركوك. شكرا جزيلا أستاذ صفاء. أستاذ صفاء، اليوم أريد بعض المعلومات عن انتخابات الرابطة الكلدانية للدورة الثانية. طبعا هي هاي الانتخابات كل 4 سنين تتم، هاي الانتخابات الثانية بعد الأولى. بس قبل ما ندخل بهذا المحور، ما هي أهداف تأسيس الرابطة الكلدانية؟ تفضل. شكرا. يعني احنا حقيقة بالنسبة للأهداف اللي نحن سطرناها في النظام الداخلي للرابطة الكلدانية، يتضمن أهم شيء نحن أسسنا الرابطة على أساس هي تعبير عن الهوية الكلدانية وعن الانتماء إلى الشعب الكلداني، فبالتالي أهداف الرابطة تتعلق كلها حول هذا المحور. فنحن أكيد من أهدافنا المهمة هي تشجيع وتنمية الوعي القومي الكلداني عن طريق تعزيز البيت الكلداني وحشد كل الطاقات وكل الإمكانيات وكل خبرات الشعب الكلداني سواء في العالم أو في العراق أو في العالم. كذلك نحن نعمل على أنه نحافظ على حقوقنا الاجتماعية والثقافية والسياسية سواء كان داخل العراق أو خارج العراق، عن طريق ممارسة الضغط على صناع القرار في هذه البلدان حتى نحن نقدر نأخذ حقوقنا ونقوي وجودنا. كذلك من أهداف الرابطة الكلدانية هي عملية نشر التراث الكلداني، يعني عن طريق إقامة مراكز ثقافية وتعليمية أو دورات لغوية أو مهرجانات أو معارض، أيضا بالتعاون مع المؤسسات الكلدانية الأخرى. وكذلك من أهدافنا هو السعي بأنه نبني جسور محبة وتآخي واحترام مع المكونات الأخرى من شعبنا السرياني أو الآشوري، زين، بدون أي استثناء. كذلك نحن أيضا من أهدافنا هو كيف نطور البلدات الكلدانية المسيحية خاصة في سهل نينوى. وحاليا الرابطة كانت مدعوة إلى منتدى استثمار سهل نينوى، وهناك مشروع أن الرابطة راح تكون فيها بأنه تحاول أنه يصير هناك استثمار لرؤوس الأموال الكلدان في مناطق سهل نينوى بالتنسيق مع المنظمات الأمريكية، حتى ممكن أنه ننهض باقتصاد هذه المنطقة ونشجع الأيدي العاملة على مود نقوي وجود الناس ونخليهم يرجعون إلى مناطقهم. نعم. هاي فشي بسيط عن أهداف الرابطة الكلدانية. أستاذ صفاء،
هل هناك قبول من قبل الأمة الكلدانية للرابطة الكلدانية؟ اتفضل. والله الحقيقة عيني هي مو مسألة قبول أو عدم قبول. نعم. الرابطة الكلدانية أصلاً هي مبثقت ووجدت للكلدان. يعني أنت تعرفين بأنه نحن ناس من أقدم الشعوب اللي سكننا في بلاد ما بين النهرين. نعم. فبالتالي كل ال الناس اللي أو بالأحرى المصائب اللي وقعت في هذه المناطق أدت إلى هجرة كثير من 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 شعبنا إلى خارج العراق. فبالتالي كان هناك فالتوجه بأنه نحن كيف نجمع هذول الموجودين داخل العراق أو خارج العراق بمؤسسة بمنظمة برابطة شو ما تسموها الغاية. نعم. منه بأنه نحافظ على كيانهم ونحافظ على وجودهم ونقف معهم في محنهم، وكذلك الموجودين داخل العراق يتشبتون بأرضهم. نعم. فبالتالي هي 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 مخرج لهذه الحالة. وأكيد نحن نتفهم أيضا شعور الناس داخل العراق وخارج العراق، بس نحاول بقدر الإمكان أن إنه نعمل من أجل خدمتهم. فبالتالي عملية القبول أكيد، ولا نحن الآن يعني منذ تأسيسنا لحد الآن كوادرنا زادت، عملنا زاد تمام. نحن عندنا شوية مشاكل مالية ما نقدر نتوسع أكثر، بس هي حقيقة واقعة، هي تعتبر المنفذ الرئيسي أو الواجهة الرئيسية اللي يمثل فيها الكلدان في العالم. نعم. أستاذ صفاء، مركز الرابطة الكلدانية أين هو؟ المركز العام للرابطة الكلدانية هي في عراق في محافظة أربيل في إقليم كردستان. نعم. هل سيتم تقليص بعض الفروع أو المكاتب الموجودة في العراق أم في العالم؟ اتفضل. يعني حقيقة هي نحن مو موضوع تقليص، بس نحن الآن أمام مؤتمر عام، فبالمؤتمر العام أيضا راح ندرس بأنه إذا هناك بعض الفروع أو بعض المكاتب اللي كانت يعني ما أدت العمل المطلوب، أو كان البيئة غير ملائمة، أو أكو عوائق ممكن أنه يعني نقلل أو نسكر بعض المكاتب. بس عندنا أيضا يعني مقترحات كثيرة من دول أخرى أن نفتح فروع، يعني عندك في النمسا، في الدنمارك، في النرويج. نعم. زين، في أوروبا زين، ومناطق أخرى أيضا. عندنا أيضا كثير نداءات من إخواننا الموجودين هناك، يعني هسه حاليا حتى الناس الكلدان عندنا في سوريا طلبوا من عندنا نفتح فرع. الناس الموجودين في تركيا تمام، هي الموجودين هناك هي عملية مرحلة مؤقتة ترانزيت، بس أيضا رادوا أنه نفتح فرع هناك. فهناك كثير من الطلب على فتح فروع، بس بالتالي أكيد إحنا راح نبرمجها بطريقة معينة، راح ندرسها بالمؤتمر، حتى إذا أكو إخفاقات سابقة صارت في استعجال في فتح فروع ما نوقع فيها في المستقبل. صفاء، كمكاتب وفروع الرابطة الكلدانية بشكل إجمالي كم عددها؟ وين منتشرة؟ يعني هي منتشرة في كل القارات. يعني احنا عندنا في العراق عندنا 7 فروع. عندنا في عمان عندنا فرع ضمن الشرق الأوسط. عندنا في أوروبا يعني في فرنسا، في ألمانيا، في بلجيكا، في هولندا، في السويد. عندنا في أستراليا فرعين في مالبورن وفي سيدني. عندنا في كندا فرعين في تورنتو وفي وينزر. وعندكم الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في ميشيغان وسان دياغو. يعني هاي تقريبا يعني خلينا نقول الكثافة الكلدانية الموجودة هي في هذه الدول. نعم. بس تعرفين الهجرة زادت، وبالتالي راحت مناطق أخرى. لذلك قلت لك بأنه نحن ناويين أن نفتح في دول أخرى من أوروبا على قدر المستطاع، نقدر أنه خلال 4 سنين الجاية نغطي أكبر عدد ممكن من الدول. نعم. أستاذ صفاء، نتمنى تنطينا نبذة عن الانتخابات اللي حتحدث على الشهر القادم، شهر 3 يمكن حتكون عندنا انتخابات الدورة الثانية. فإذا تنطينا كنظرة عن هاي الانتخابات، موقعها، هل ستكون انتخابات للإدارة الرئاسية أم للمكاتب أم للفروع، وما هي طبيعة هالانتخابات؟ تفضل. يعني كنت تعرفين 2015 كان المؤتمر التأسيسي. نعم. 2016 كان المؤتمر الأول، وهي دورية ل4 سنوات. فنحن الآن عندنا ب 2020 الانتخابات من المزمع أن تنعقد. نعم. يعني احتمال في بداية شهر 9
فنحن وجهنا الفروع بأن راح تجري انتخابات فرعية قبل المؤتمر العام حتى تطلع الفروع المنتخبة جديدة تشارك بالمؤتمر العام. فنحن خلينا سقف زمني من 1/3 ل 1/5 هذا الشهرين الفروع تقوم والمكاتب تقوم بعمليات الانتخابات يعني بمدة محددة، وراح يصير كل فرع راح يبلغ الهيئة العامة ماله بموعد الانتخابات والراغبين بالترشيح على المناصب، وورا ما تنتهي الانتخابات ترسل إلى ورا بتشكل طبعا لجان مشرفة على الانتخابات ترسل إلينا والصادق عليها من قبل رئاسة الرابطة حتى يكون فرع منتخب، وبالتالي يشاركون بمندوبين. نظام المشاركة هي نظام مندوبين من كل فرع أو مكتب يشارك بالمؤتمر العام اللي راح يدرس بها كثير من المواضيع، ومن ضمنها بالنهاية هو عملية انتخاب هيئة رئاسية جديدة لأربع سنوات قادمة. نعم أستاذ صفاء، عندنا اتصال وبعدين نكمل الأسئلة. نأخذ الاتصال. ألو 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 مرحبا. ألو مرحبا، يا أهلا وسهلا، تفضل، من ويانا؟ سمعيني؟ نعم صوتك واضح، تفضل. أها صليوة، صليوة شمام من بغداد. نعم أهلا وسهلا بأستاذ صليوة شمام، تفضل ويانا رئيس الرابطة الكلدانية صفاء هندي، تفضل إذا عندك أي مداخلة. يعني سؤالي إلى أستاذ صفاء، متى تكون الانتخابات القادمة للرابطة؟ وأين ستكون؟ ومتى ستتم الاستعدادات للانتخابات؟ نعم. وكذلك لمقترح أن تكون الرابطة ليست مركزية بل تكون شبه فيدرالية، لأن النظام المركزي لم يجمع بين فروع ومكاتب الرابطة. هذا السؤال الأول. نعم. ماذا استاذ صفاء سمعني؟ نعم. دا اسمعك استاذ صليوة. شلون كيفك؟ أخبارك أمورك الله يخليك. الحمد لله استاذ صفاء الله يخليك. شكرا. يعني أنا سألت سؤال، سمعتني مو؟ نعم. نعم تفضل استاذ صليوة، السؤال الثاني مالتك. السؤال الثاني هو يعني عندما نطالب بالنشاطات وخاصة داخل العراق دائما الجواب يكون التمويل المادي، فهل هذا الحل يؤخذ، فهل هذا يعني هذا المعوق سيؤخذ بنظر الاعتبار في الانتخابات القادمة حتى لا يبقى مبرر لعدم وجود النشاطات؟ وشكرا. نعم شكرا جزيلا استاذ صليوة شمام. شكرا استاذ صليوة. نعم سجان اجاوب. نعم تفضل، تريد تجاوب من السؤال الاول؟ نعم تفضل. البند الفقره الاولى استاذ صليوة، نحن بلغنا بتعميم عام لكل الفروع بانه الانتخابات الفروع انطينا سقف زمني هو من 1/3 لحد 1/5، خلال هالشهرين كل فروع داخل العراق وخارج العراق تقوم بعمليه الانتخابات، وكذلك عممنا عليهم بأنه من يتحدد يوم الانتخاب فرضا على سبيل المثال بغداد خلينا نقول 1/4 الانتخابات مالها قبلها ب 15 يوم يصير عملية اجتماع مع الهيئة العامة ويبلغون بأنه يوم الانتخاب هو يوم 1/4، الراغبين بالترشيح خلال 7 أيام يقدمون طلبات الترشيح لهم للمناصب زين، وبالتالي تجري عملية الانتخابات بحيث 1/5 تكون كل فروع العراق والعالم تم إجراء فيها الانتخابات حتى تكون القيادة الجديدة بالفروع مؤهلة لحضور المؤتمر. هذا بالنسبة للشق الأول. نعم. بالنسبة للسؤال الثاني حول موضوع النشاط، يعني العفو استاذ صفاء، الانتخابات راح تجري بالفروع والمكاتب لو بالفروع؟ لا كل فروع والمكاتب، كل الفروع والمكاتب تصير انتخابات محلية قصدك؟ نعم طبعا انتخابات محلية، كل فرع يسوي انتخابات ماله، كل فرع عنده مكاتب. نعم. ايضا يقوم بالانتخابات. نعم وتم التبليغ بذلك؟ تم التبليغ بذلك. نعم اوكي واضح.
بالنسبه للسؤال الثاني، موضوع التمويل المالي، يعني انتم الكل يعرف بانه هو العنصر المالي صحيح مو هو مهم جدا جدا، بس انه احد الفقرات المهمه في تنميه اي مؤسسه. نحن الوضع المالي تبعنا مو بالشكل القوي، فبالتالي كان هناك عائق للقيام بكثير من النشاطات. فنحن الان في المؤتمر القادم احد البنود الرئيسيه الذي سيتم مناقشتها هو موضوع تمويل الرابطه. يجب ان انه الان بالمؤتمر نخرج بصيغه ان انه عمليه كيف راح نديم عمليه التمويل لاربع سنوات المقبله، وهذا مهم جدا، وبالتالي اكو مقترحات كثيره راح نناقشها. بس عموما ايضا نشاطات الفروع ايضا تعتمد على الفرع نفسه، لانه الفرع ايضا لازم هو ايضا ينشط حاله او يحاول ان يحصل على مردودات ماليه، لان المركز العام ما يقدر انه نحن قبل من اسسنا ومن كان المؤتمر الاول كنا نحن نقوم بعمليه ضخ او نساعد الفروع بالاموال، بس بالتالي يعني وصلنا عاجزين على عمليه الادامه، فقررنا بانه كل فرع هو يديم نفسه ذاتيا. بس مع هذا راح يتم دراسه هذا الموضوع من كل جوانبه ونتخذ بها الاجراء المناسب بالمؤتمر القادم. نعم استاذ صليوة. شكرا جزيلا، واقترح ان يكون من ضمن التمويل المالي ان تؤخذ بنظر الاعتبار الاستثمارات المحليه، يعني كل موضوع الاستثمار بطريقه او اخرى. شكرا جزيلا. نعم شكرا استاذ صليوة، هذا الموضوع ايضا في مدار البحث ومثبت عندنا بجدول الاعمال. شكرا جزيلا للمداخله استاذ صليوة شمام. استاذ صفاء شكرا لكم. نعم انت تطرقت عن مكان وتاريخ الانتخابات اللي حتبدي من 1/3 الى بدايه الشهر الخامس، بس الاعضاء اللي سيتم انتخابهم هم حيكونون نفس الأعضاء الدورة الأولى، أم بإمكان أعضاء جدد ينتخبون يعني أو يضعون اسمهم للترشيح؟ وما هي طبيعة الشخص الذي سيتم ترشيحه؟ تفضل استاذ صفاء. اعتيادي الانتخابات ماكو، يعني ما أي انتخابات من تجرى اسمها انتخابات ماكو بأنه يوضعون نفس الأعضاء السابقين. نعم. نحن قلنا بأنه راح ينفتح باب الترشيح، اي شخص منتمي للرابطه الكلدانيه وهو كلداني وعمره تجاوز 18 سنه من حقه انه يرشح. بالنسبه الى منصب رئيس الفرع او مسؤول الفرع، نحن حطينا شرط بانه يعني يكون اقل شيء يكون منتمي سنه للرابطه الكلدانيه. نعم. فقط لمنصب رئيس الفرع، اما نواب الرئيس والسكرتير والامين المالي واللجان الاخرى اي شخص له حق ان يرشح، فبالتالي هناك حريه تامه والانتخابات والصندوق هو اللي يقرر من يفوز. نعم. الأعضاء اللي يقومون بالترشيح، مثلا أنا بالرابطة الكلدانية ترشح، أني عندي هاي يمكن سنة أو أقل من سنة بالرابطة الكلدانية، هل بإمكان شخص غير منتمي للرابطة الكلدانية يدخل بالترشيح ويقول أنه أنا أريد فلان وفلان؟ لا طبعا هو غير جائز. الهيئة العامة نعم. لكل فرع متكون من الأعضاء المنتمين للرابطة. نعم. هو بما انه منتمي للرابطه الى حق الترشيح، اما شخص ما منتمي للرابطه الكلدانيه ما له حق الترشيح. نعم نعم. استاذ صباح، ما هي ردود الفعل الايجابيه والسلبيه على الامور التي تم تحقيقها بالرابطه؟ يعني اكيد انتم من اسستوا الرابطه كان عندكم مخطط، تم تنفيذ بعض الامور وبعض الاخر ما بتوقفت او لم يعني ما صارت عندها خلينا نقول وقت او مجال لان يتم انجازها. فلهذا شن هي ردود الفعل كمجتمع الكلداني لهالامور؟ تفضل. يعني تعرفين بانه كل مؤسسه هي اكيد فيها نجاحات وفيها اخفاقات، وهي تعتمد على كثير من العوامل. فالرابطه الكلدانيه هي احد المؤسسات اللي انبثقت وهي والدة لمدة 4 سنوات فقط، فبالتالي كان عندها أكيد أهداف لم تتحقق أكيد بصورة كاملة، لكن قسم منها تحققت، وهي كانت تعتمد حقيقة على نشاطات الفروع. زين، فعندنا نحن يعني في داخل العراق قدرنا أنه نثبت بالوجود الكلداني ونكون مع مؤسسات
عملنا ومع الحكومة عملنا، وعدنا فروعنا بالعالم أيضا حققت كثير من الإنجازات، وبالتالي هناك صار رغبة بالانتماء للرابطة وكانت قريبة إلى الناس وقريبة إلى معاناتهم. صحيح الوضع داخل العراق مختلف من خارج العراق، لأنه داخل العراق تعرفين أنت من صار، يعني إحنا 2015 أسسنا كان داعش زين، وبالتالي هذا أيضا أثر على العمل، لأنه الناس كانوا جدا متوترين ويبحثون عن ملاذ آمن أكثر مما يبحثون عن أشياء أخرى. بس الآن كثير ناس عرفت شنو معناتها رابطة، وصارت موجودة في كل فقرات المجتمع وموجودة في كل فعاليات، وعندنا دول معينة يعني مثل أنتوا في سان دياغو أو في ميشيغان أو في أستراليا زين، يعني ناس حققوا عمل رائع في وينزر، حققوا عمل رائع في أوروبا، حققوا عمل رائع يعني بدون أن أنه إذا نسيت أي فرع، بس الجميع حققوا كل واحد حسب قابليته وحسب إمكانياته. بس هذا أيضا يعتمد على دعم الشعب الكلداني، يعني نحن إذا هو الكلدان أو الشعب الكلداني إذا هم ما يتعاونون وما يدفعون أكيد نحن إيد واحدة ما تصفر. بس عموما نحن راضين على المسيرة مالنا، راضيها يعني راضين بقدر الـ 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 الإمكانياتنا، يعني حسب الإمكانيات اللي عندنا قدرنا نحقق فالطفرة نوعية، أكيد نطمح أفضل، والمؤتمر القادم أكو كثير أمور راح تبحث به حتى نطور عمل الرابطة أكثر، وأيضا راح ندرس بها الإخفاقات وأسبابها ونشخصها، وحيث أيضا راح نخلي خطة مستقبلية أخرى أن كيف أن نطور عمل الرابطة. نعم، شكرا جزيلا أستاذ صفاء هندي. الآن بالراديو الكلداني معي الآن بالاستديو الأستاذ قيصر الصناطي الناطق باسم الرابطة الكلدانية سانتياغو كاليفورنيا. أهلا وسهلا أستاذ قيصر. أهلا مرحبا بي، صباح الخير. صباح الخير أستاذ صفاء. أهلا وسهلا أستاذ صفاء، مرحبا. أهلا وسهلا أستاذ، كيف أمورك؟ الله يسلمك، شلون أخبارك؟ إن شاء الله زين. الله يخليك، أشكرك جزيل الشكر. حبيبي أستاذ صفاء، نحاول نسأل بعض الأسئلة ما سألتها أخت جنان. نعم تفضل. سؤال يقول هناك أصوات في الساحة القومية الكلدانية تقول إن الرابطة تسير وفق تعليمات تضعها المرجعية العليا للكنيسة الكلدانية، ما هو رأيكم؟ أنا أحب أن أوضح لك بعض الأمور. هي صحيح الرابطة تأسست يعني كان رأس الكنيسة الكلدانية اللي هو غطة البطريرك، ومع المطارين الموجودين هم كانت الفكرة من عندهم، هم أسسوا الرابطة. لكنه أؤكد لك بأنه نحن من يوم تم تأسيس الرابطة خاصة بعد السنة التأسيسية من دخلنا للمؤتمر الأول، الرابطة كانت مستقلة في رأيها وكانت تعمل ضمن مخطط إله وضمن ما يقتنعون به الأعضاء، وكنا دلبي طموح الكلدان لغرض أن أنه نحقق أهداف الرابطة. أما عملية التشاور مع المرجعية الدينية أو تشاورنا مع رجال الدين الكلدان، فأعتقد هذا مو عائق، لأنه أنت تعرف نحن كشعب مسيحي وكلداني أكيد روابطنا مع الكنيسة قوية، فبالتالي كانت الكنيسة هي أحد النوافذ اللي نحن عن طريق هاي النافذة صرنا قريبين للناس وصرنا قريبين إلى تطلعات مالهم. فإذا اقتصر على مساعدات مالية، نعم نحن نشكر الكنيسة الكلدانية بأن هي ساعدتنا ماليا، لأنه نحن ما عندنا أي استثمارات وأي أموال، ونحن كنا وبالعكس حفاظنا على الاستقلالية الرابطة زين ولزم العصا من النص. هذا حقيقة كان عملية متعبة جدا، لأنه أنت تعرف أنت كثير من المنظمات والمؤسسات كانت تعتمد على جهات معينة للتمويل، بس نحن اعتمدنا ذاتيا، فبالتالي قراراتنا كانت قرارات نحن نقررها، ونحن أصلا عندنا نظام لا مركزي، ففروعنا كانت تعمل بكل الحرية. فأما اتهام البعض الناشطين أو القوميين الكلدان، نحن نحترمهم ونحترم آراهم، لكنه أي تأثير ماكو علينا. صحيح بالنظام الداخلي نحن كنا مثبتين بأنه نحن أن ما نعمل أو يعني نحن مع الكنيسة زين، مرتبطين واحد بالآخر وما راح نعمل أمور مخالفة للكنيسة. بس هذا لا يعني بأنه تكون قراراتنا مسيرة أو مرتبطة بجهات معينة، لا بالعكس قراراتنا كانت نحن نتخذها. ويمكن أكون صريح أكثر بأنه كنا في فترات كثيرة نحن في عدم توافق مع الكنيسة في بعض الأمور ومتوافقين في أمور أخرى.
نعم. شكرا شكرا استاذ صفاء. عندنا سؤال اخر، هل المقر العام الى امكانيات ماديه اللي يحتاجها المؤتمر القادم، وفي اي دوله سوف يعقد؟ نحن حقيقه كان اكو كثير من تشاورات حول بانه وين نعقد المؤتمر لسببين. السبب الاول كان طبعا هو اكيد راح يكون السبب المالي المادي اللي نحتاجه، وثانيا ايضا كان اكو فكره بانه ليش ما نعمله في دوله اخرى المؤتمر، يعني كل 4 سنين خلت تكون في دوله اخرى. فصار اتصالات وكثير من الفروع حقيقه قدموا طلبات بانه هم يستضيفون المؤتمر وعلى حساب هذيك الدوله. فنحن ايضا نحن بدنا ندرس هذا الموضوع، بس عموما اكد لك بانه راح يكون المؤتمر في موعده، وراح يعني ان شاء الله نقدر ان انه نرتب المؤتمر مثل ما رتبنا المؤتمر السابق، وايضا بجهود كل الخيرين من ابناء شعبنا الكرداني. يعني لحد الان المؤتمر ما تحدد مكان الاقامه، عقد المؤتمر. يعني هناك اكو من فروع معينه دعوات لنا بانه يعملوها في هم يتحملون المصاريف، بس نحن ايضا يعني خلال منا اللي 15 20 يوم راح نثبت بالضبط مكان المؤتمر. هي الموضوع المالي صحيح مهم، بس ايضا نحن ايضا بدنا نتشاور فيما بعضنا. زين فد استاذ صفاء، سؤال فرعي على نفس السؤال، في حالة نعم. انعقد في احدى بلاد المهجر، شلون الفروع الموجودة بالعراق شلون راح يحضرون؟ هو هذا المشكله الفنيه. يعني نحن الان مثلا استراليا الناس قالوا يابا تعالوا سووا عندنا في استراليا، بس يعني ايضا نحن كيف نامن السمات الدخول لوفد العراق، هو هذا المهم. لانه الوفود الاخرى الجايه من اوروبا او من امريكا او من استراليا في اي بلد كان راح يكون الدخول إلى سهل جدا، يبقى المشكله عندنا. فلذلك نحن قلنا لهم يابا البلد اللي يستضيفنا على حسابه يقدر يأمن دخول سمات الدخول العراقيين. فهذا كان حقيقة الجوهر الموضوع اللي نحن لحد الآن ما وصلنا بها إلى نتيجة نهائية، بس خلال أيام يعني راح نحسم الموضوع، إما يكون مثل كل سنة في العراق في أربيل، أو احتمال في دولة أخرى بناء على يعني مشكلة المعطيات. نعم. شكرا شكرا صفاء على هذه التوضيح الواضح بالنسبة لعقد المؤتمر. أكو سؤال، شنو رأيكم بمبادرة غبطة الباترياركة مار لويس ساكو بتشكيل تجمع مسيحي يشمل كل مسيحي العراق في هذه المرحلة المعقدة التي يمر بها العراق؟ نعم، أنتو يعني نحن كنا حقيقة واضحين من البداية، تجاوبنا مع مبادرة البطرك، والرابطة صدرت بيان ووضحت وجهة نظر مالها. يعني نحن أكيد نحترم خصوصيات كل قومية، لكنه في نفس الوقت مبادرة البطرك في العراق الوضع مختلف. العراق الآن يمر بظروف صعبة، وممكن في العراق أن تحدث تطورات معينة، فيجب أن نكون نحن مستعدين لهذه التطورات. فبالتالي كانت مبادرة البطرك بأنه هل بإمكانية تشكيل مرجعية سياسية مسيحية عليا أو خلية أزمة أو أي ما شابه ذلك. فالرابطة كانت سباقة في هذا الموضوع، وأعلنت بأنه نحن مؤيدين لهذه الفكرة، وأيضا هناك نية في الرابطة بأنه نتحرك نحن وندعو الفصائل أو القوميات الأخرى أو الأحزاب الأخرى، يعني مو بس أحزاب، يعني حتى منظمات مجتمع مدني أو شخصيات موجودة، لعقد جلسة مبدئية للتحاور. هل نستطيع أنه نخرج بمقررات ممكن أنه نشكل بها مرجعية عليا؟ لأنه الوضع في العراق معقد. يعني قلت لك مع كل احترامي لكل قومية، نحن نعتز بقوميتنا الكردانية وهو تاج راسنا زين، ونحن ما نفرض بأي حقوقنا، لكنه المنطق والوضع في العراق مختلف. نحتاج بها إلى أنه نتوحد أكثر ونشكل قوة أكثر، لأنه بدون هالقوة وبدون هالوحدة صعب راح يكون التحرك في العراق. نعم أستاذ صفاء، شنو قصدك هنا بالمرجعية؟ مرجعية كردانية أم مرجعية مسيحية كمسيحي العراق؟ لا أنا قصدي مرجعية مسيحية، مو مرجعية كلدانية. نعم. مرجعية مسيحية عليا تضم بها كل هذا. وأحب أيضا أضيف نقطة. العفو
استاذ صفاء، بس اريد اوضح في النقطه. انا اعتقد طبعا قريت المبادره ما غبطت الباترياك مار لويس ساكو. اعتقد التجمع هو ما يقصد بيسوي حزب مسيحي، لانه الاحزاب المسيحيه كلها فشلت في تقديم اي خدمه لابناء شعبنا المسيحي بكل مكوناته. فالتسميه المسيحيه هي تشمل عنوان اخر، يعني مو حزب. يعني هسه احنا الرابطه الكلدانيه هي عنوان تجمع الكلدان، بس هو مو حزب. على نفس الشاكله يجمع المسيحيين بالعراق ضمن عنوان معين حتى يكونون قوة مؤثرة داخل المجتمع العراقي بعد التغييرات اللي صارت. نعم صحيح كلامك. أنا نفس الشيء وضحت لك بأنه الضابطة الكردانية تريد تبادر وتدعي به الأحزاب والمنظمات المجتمع المدني والشخصيات لنناقش هاي الرسالة وكيف نفعلها وكيف نسوي مرجعية. من أقصد المرجعية، نعم مو حزب، لا مو الغاية تشكيل حزب مسيحي، الغاية إنه نشكل مرجعية عليا مسيحية تضم نخبة من الأكفاء زين من كل القوميات، وبالتالي نقدر إنه بهذه القوة إنه ندخل مع باقي القوى الموجودة في العراق من أجل إنه نحصل حقوق كل المسيحيين. شكرا أستاذ صفاء. أكو سؤال آخر، أكو ملاحظات عن النظام الداخلي للرابطة، وهل المؤتمر القادم سيشيء تغيير في النظام الداخلي؟ نعم، أحد 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 بنود المؤتمر هو عملية يعني دراسة النظام الداخلي، وإذا عندنا أي إخفاقات صارت من أسسناها وممكن إنه ونحن نراجع بها. نعم راح يتم مناقشة النظام الداخلي في المؤتمر ونشوف شنو الأشياء اللي ممكن إنه نعدل بها أو نضيفها أو نخليها. شكرا جزيلا. البعض يتهم الرابطة يقول ما عندها نشاط، يعني فروع الرابطة في دول المهجر مثلا ما يذكرون نشاطاتها. مثلا هسه احنا بسانديياغو ما شاء الله وباستراليا نشاطات هواية للرابطة، رغم الإمكانيات مثل ما ذكرت قليلة، بس مع ذلك عندنا الراديو الكلداني أحد نشاطات الرابطة. طبعا هذا الراديو صوت الكلدان هسه اللي نحكي به، مجلة دورية صوت الكلدان أيضا. نعم عندنا فريق نعم كرة نعم. قدم للشباب في سانتياغو أيضا. نعم بعد أمسية الرابطة. نعم طبعا هاي النشاطات كلها تسويها الرابطة، بس البعض يعني ما يذكر كل هالأشياء، يعني كل هالأشياء رغم يعني الإمكانيات المادية كلش مثل ما تفضلت هي تعتمد على اعلانات وعلى التبرعات، يعني ماكو دعم مادي لا من دوله ولا من اي جهه اخرى. نعم صحيح، يعني نحن اكيد اكو دول اكو فروع عندنا يعني حقيقه مبدعه جدا في نشاطاتها، مثل ما موجود في عندكم في سانديياغو، مثل ما موجود في سيدني في استراليا، مثل ما موجود في وينزر، مثل ما موجود في المانيا. عندنا حقيقه فروع كثيره نشطه، وعندنا فروع ايضا يعني بها مشكله الدعم المالي ومشكله البيئه، يعني المجتمع الكلداني الموجود في ذاك الدوله مدى تجاوبه مدى دعمه، لانه كله يرجع بالموضوع موضوع الدعم المالي. بس عموما يعني انا اشوف بانه وضعنا على هالظروف الموجوده هل الامكانيات الماليه اعتقد جيده جدا. نعم استاذ صفاء، ما هو رايكم بفرع الرابطه الكلدانيه الموجود في سانتياغو كاليفورنيا؟ تفضل. يعني نحن اكيد نحن من اول ذكرنا بانه انتم فرع نشط، واصلا يعني وجود هذا الراديو الكلداني يعتبر انجاز، وعندكم الكثير من الفعاليات تقومون بها باسم الرابطه الكلدانيه باستمرار، فاكيد يعني نحن ممتنين جدا من الفرع وممتنين جدا من الهيئه الاداريه تقود الفرع وكل العاملين وكل حتى المساندين لكم. نحن حقيقه نحترم هذا العمل وراضين جدا عنهم. نعم شكرا استاذ صفاء. بس سؤال ما اعرف جاوبت عليه، بالنسبه للانتخابات طبعا الفتره القادمه الاعضاء الموجودين بالرابطه حاليا ايش قد مده تمديد للفترة الجاية حتى الرابطة تعرف، يعني ولو ممكن موجودة بالنظام الداخلي بس تمديد للتمديد. نعم تمديد الانتخابات.
ما هي المدة يعني المقررة؟ عفوا ما أفهم السؤال، يعني شنو قصدك هي الانتخابات حتبدي من 1/3 إلى بداية الشهر الخامس؟ نحن بلغنا بتعليمات بأنه من 1/3 ل 1/5 خلال هالشهرين كل فروعنا ومكاتبنا بالعالم وبالعراق تقوم بعملية الانتخابات. نعم. وقبل 15 يوم من موعد الانتخابات تجتمع الهيئة العامة ويتم تبليغها رسميا بموعد الانتخابات، والراغبين بالترشيح خلال 7 أيام يقدمون ترشيحات مالهم وتجري الانتخابات بالسياق المعتمد. أنا قصدي كان يعني إعادة انتخاب الأعضاء القدامى، هل 2 3 سنوات 4 أقل أزيد ما أعرف؟ لأن إحنا الدورة عبارة عن 4 سنوات. يعني في حالة التمديد يصير بعد 4 سنوات. لا تمديد شنو، نحن ما راح يعني في إعادة الانتخاب الشخص الموجود بالرابطة. يعني نحن الآن عندنا انتخابات، يعني فرضا بكرة عندك في سان دياغو جنابك فزت مسؤول فرع سان دياغو، خلص تبقى لمدة 4 سنوات، بعد 4 سنوات الانتخابات القادمة. أما الإدارة الحالية أن يصير تمديد، لا ماكو، الكل مشغولين بالانتخابات. نعم أنا قصدي بإعادة انتخاب يعني. شكرا جزيلا. نعم. أستاذ صفاء عندنا اتصال نستلمه. ألو، صباح الخير. صباح الأنوار، تفضل، من ويانا؟ شايس الجنان. أهلا وسهلا. عدنان كندو، عضو الرابطة الكلدانية سانتياغو. أهلا وسهلا بأستاذ عدنان كندو، أحد أعضاء الرابطة الكلدانية فرع سانتياغو كاليفورنيا. تفضل، وياك أستاذ صفاء هندي. صباح الخير أستاذ صفاء، شلونكم؟ الله يخليك، أشكرك، كيف أمورك؟ حبيبي الله يخليك استاذ صفاء، مشتاقين الى سماع صوتك. اشكرك عزيزي. ايوه المبدع. اشكرك استاذ صفاء. اكو ملاحظات على المقر العام ومقر بغداد بشكل خاص، انه بغداد الفرع مالته ما موجود لهم مقر، ما عندهم مكان يعني محدد، والكلدان الموجودين في بغداد محتاجين الى من يدعمهم، الى من يحل مشاكلهم. فما هي أسباب عدم وجود مقر في بغداد، والأعضاء الرابطة الموجودين في بغداد يعانون من يلتجئ لهم أي مسيحي، سواء في مجال العقارات في مجال مشاكل أخرى، يلتجون إلى جهات أخرى لأنه الرابطة الكلدانية ما موجودة في بغداد. فشنو هي الأسباب اللي خلتكم أنه ما تأخذون إجازة في بغداد وماكو مقر، ونشاط الفرع في بغداد تقريبا معدوم؟ هذا ما نسمعه من اعضاء الرابطه الموجودين في بغداد. فشنو الاسباب حتى الناس تعرف انه شنو موضوع بغداد، ليش ما عندها مقر، ما عندها هاي النشاط؟ وانا اشكرك واسمع على الاحراج يعني. نعم، شكرا جزيلا استاذ عدنان كندو. تفضل استاذ صفاء. استاذ عدنان، يكون معلوم نحن موضوع الإجازة، نحن أول مرة أخذنا إجازة من إقليم كردستان، ورغم أخذنا من إقليم كردستان طلبنا أننا ناخذ إجازة من بغداد، فقالوا يا إجازة إقليم كردستان ما لها علاقة في بغداد، بغداد تأخذون إجازة أحد. فكلفنا محامي، والمحامي ده يشتغل بالموضوع، بس عملية البيروقراطية الموجودة في بغداد متعبة جدا، ومطالبهم متعبة، وبالتالي الشغلة ماشية بالعمل لحد ما تطلع الإجازة. بالنسبة للمقر، المقر نحن المشكلة هي مثل ما تكلمت قبل شوية، هي مشكلة هي العائق المالي. يعني نحن العائق المالي خلانا كثير من أمورنا توقفت، فبالتالي كان يعتمد على أنه الناس الكلدان أو الموجودين في بغداد يتعاونون فيما بعضهم عن أنه يأجرون مكان، لأنه بالبداية نحن كنا مستخدمين أحد المقرات الموجودة للكنيسة لفترة معينة، فبعدين ارتئينا انه لا، خلي يكون عندنا مكان مستقل. وبالتالي الرابطه بالعكس هي اجتماعاتها متواصله في بغداد، واكو عندنا نشاطات صحيح، بس هي مو يعني مو موضوع الاجازه عائق عن انه ما يقومون بالنشاطات، لا هذا ما له علاقه. زين، بس عموما نعم، هناك بالاونه الاخيره اخر سنه هناك ضعف، وذلك سبب العائق المالي، وهذا إن شاء الله بالمؤتمر القادم نحن راح نوضع أساس لعملية الدعم المالي، بحيث يكون عندنا فتفند معين نعرف نشتغل عليه، وكل واحد يعرف
كيف يعمل أموره. نعم. عندي سؤال بداخلة صغيرة، إنه في وسائل التواصل الاجتماعي يطرحون إنه الرابطة وأعضاء الرابطة لها امتيازات ورواتب وكذا، ولكن الواقع يقول غير شيء، إنه أعضاء الرابطة هم يصرفون من جيبهم لدعم نشاطات الرابطة. فهل نطلب من جنابك أن توضح للمستمع والمشاهد إنه هذا الشيء موجود في الرابطة أو غير موجود؟ عزيزي، الرابطة من يوم تأسست لا أكو راتب ولا أكو مميزات ولا أكو أي شيء، وأكد لك بأنه من جنابي شخصية نزولا لكل الفروع، نعم دا نصرف من جيبنا الخاص، زين، ولا أكو أي مميزة ولا أكو أي شيء، زين، بالعكس تماما، يعني نحن مستمرين بأنه دا نشتغل عمل تطوعي من أجل خدمة الكلدان، وبالتالي لا أكو مميزات ولا أكو دينار واحد. ويمكن يعني السنين اللي مضت 4 سنين تعبنا جدا وهلكنا وصرفنا يعني أكثر ما يكون، بس غايتنا كانت حتى بالأخير أنه تبقى الرابطة مداومة وإن شاء الله تكون أقوى أقوى. نعم، شكرا جزيلا أستاذ عدنان كندو على المداخلة. أستاذ صفاء، عندنا الآن كثير من الأسئلة تكتبون أن مستمعي ومشاهدي الراديو الكلداني عن طريق فيسبوك الراديو الكلداني. عندنا سؤال من أستاذ أصمت الله وردي، ما هو دور الكنيسة ورجال الدين بدعم جهود الرابطة؟ اتفضل. يعني أكيد رجال الدين وعلى رأسهم غبط الباطريات هم كانوا ولا زالوا داعمين للرابطة، أن يعتبروها أحد المفاصل المهمة لشعبنا الكلداني، وهي تعتبر من المؤسسات، تمام، ولدت حديثا بس هي أكيد مؤسسة، زين، راح تخدم كل الكلدان، فبالتالي هم داعمين لنا، والمطارنة ورجال الدين آخرين أيضا داعمين لنا بشكل أو بآخر. نعم هناك بعض السلبيات في بعض المناطق مع رجال الدين، بس هذا أكيد شيء وارد، يعني نحن ما هذا، بس ظلت الفروع حتى بالمناطق اللي ما صار بها تعاون مع رجال الدين، ظلت الرابطة صامدة والقتلة وسائل عديدة للتواصل مع الناس، فنحن ممتنين جدا من رجال الدين ونحن في تواصل معهم وبعلاقة جيدة جدا. نعم. أستاذ صفاء، طبعا موقف سيدنا غبطة البطرك واضح بدعم الرابطة، بس دا نشوف بعض الفروع أو حتى بعض رجال الدين مدى يتعاونون ويا الرابطة، يعني أكو فتور كأنه مراغبين بالرابطة. شنو رأيك بهالمسألة؟ ليش يعني؟ شنو السبب؟ عزيزي أنا وافقك بالرأي، يعني هناك بعض رجال الدين كان موقفهم من البداية سلبي مع الرابطة، رغم بأنه دعم غبطة البطرك لنا والمطارنة الآخرين، وقسم منهم يعني علاقتنا بعدين صارت كويسة وقسم الآخر لا، يعني أعتقد هذا راح يجي أيضا مع احترامات رجال الدين الباقي، يعني هذا شوي قصر نظر، يعني نحن لا تتوقع الكنيسة بأنه نحن من أسسنا الرابطة كان غايتنا عملية سحب البساط من تحت أقدامهم، يعني أوكي نحن نفهم بأنه الكنائس أيضا عندها خورنات وعندها فعاليات، بس يعني تبقى الرابطة كموضوع أقوى وأكبر من هذا الشيء، يعني أنا من أدعم الرابطة أو من رابطة تسوي فعالية معينة أو رابطة تتواصل مع العالم والناس، هذا مو معناته بأنه تأخذ دور الكنيسة. دور الكنيسة نعم جوهري ومحوري ومهم للعبادة ولكثير أشياء أخرى، بس الرابطة أيضا هي تعتبر الواجهة العلمانية للكنيسة، من هالمنطلق نحن نشوف الأمور، ونحن اثنيناتنا لازم نمشي، يعني القطار يمشي على السكة اثنيناتنا، واحدة منهم رجال الدين والأخرى نحن. نعم أستاذ صفاء، بس أعتقد المرجعية غبطة البطرك دزت كتب للكنائس يعني توصيهم على الرابطة، باعتبار الرابطة هي جزء من الكنيسة، يعني هم خطين متوازيين، الرابطة ويا الكنيسة، يعني هاي نعم. هاي التعليمات من الدزة تصير رسمية، عدد تصريحات تكون بالإعلام. والله يعني نحن أكيد نحن ممتنين من البطرك، والبطرك رجل من أول يوم دعمنا لحد الآن، وأكيد كان توجيهاته بأن هم أيضا يدعمونا، بس تبقى هاي قضايا
داخل المؤسسة الكنسية ما نتدخل بها، يعني سواء بأنه ليش مطران الفلاني أو القصر الفلاني ما تعاون، فتبقى هاي الشؤون خاصة بالكنيسة. نعم أستاذ صفاء، أكو مداخلة من أستاذ أصمت الله وردي، هل يحق للشخص المنتخب للمشاركة بدورة ثانية أو ثالثة؟ اتفضل. نحن بالنسبة لنا ما عندنا أي تحفظات أو أي بند يمنع الشخص أن إنه ينتخب لمرة أو لمرتين أو لعشرة. نعم. ما عندنا تحفظ لأي شيء، شوك المريض يرشح نفسه وينتخب ويفوز، وهذا هو، ما عندنا أي إشكال في هذا الموضوع. بمعنى آخر أستاذ صفاء، إحنا بالولايات المتحدة عندنا الرئيس الأمريكي ينتخب لدورتين، دورة ثالثة ما يقدر ينتخب بها، فإحنا بالرابطة الكلدانية مفتوحة، ما عندنا تقيد، تمام؟ لا تخافين، أنا ما راح أجي مرة ثالثة. لا بالعكس، نتمنى تكون موجود، نتمنى أستاذ. أنت فخر لنا. لا 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 لا، أستاذ يعني صفاء إذا نعم عفوا، بس أريد نشوف وضعكم، وضع الرابطة بالعراق بهالظروف هاي دسير بالعراق، يعني الوضع غير مستقر، وضعكم شلون هناك؟ والله حقيقة يعني نكون الصراحة هو وضع متوتر، يعني من يوم اللي بدل بها الاحتجاجات زين، حتى قبلها يعني الوضع متذبذب، هناك عدم استقرار سياسي، بالتالي دا يصير عدم استقرار اقتصادي، وبالتالي دا يسوي هاجس عند المواطن العراقي عموما، طبعا نجي بالنسبة للمواطن المسيحي زين، وهذا كله دا يأثر علينا، ونزيف الهجرة مستمر. يعني أيضا نحن وضحنا ببيان رسمي موقفنا من التظاهرات الاحتجاجية وسلميتها ومطالبهم المشروعة، لكنه عموما يعني لازم الدولة، لازم الطبقة السياسية أنه تسمع صوت العقل، ولازم تصير هناك يعني إعادة في هيكلية الدولة، ولا بهيك الأمور وهيك الظروف لا، الدولة يعني راح تمشي إلى مكان نعم آخر. ف يعني انا ما اريد ان انه اشوف الجانب المظلم، صحيح اكو جانب مشرق ايضا، بس عموما الوضع يعني ليس بالمستوى المطلوب. نعم استاذ صفاء، هل كان للرابطه دور في الانتفاضه الشبابيه الاخيره؟ اتفضل. انا مثل ما ذكرت لك، نحن كنا من البدايه نحن دعمنا التظاهرات اللي قم بها في كل انحاء العراق، ونحن طلبنا بسلمية التظاهر، ونحن جد كنا أيضا يعني موافقين أو إنه نحن نأيد مطالب المتظاهرين زين، لأنه هي أكيد نحن نريد نحو عراق أفضل وعراق يكون آمن، وبالتالي لازم يصير هناك كثير، ويجب أن تتغير كثير من القوانين، هناك قوانين مجحفة يجب أن يصير إعادة النظر فيها، طبيعة الحكم في العراق، طبيعة البرلمان، كلها لازم يصير بها إعادة نظر. فنحن يعني كنا أكيد داعمين لهم، وأطلبنا بسلمية التظاهر زين، الحفاظ على الأرواح والحفاظ على الممتلكات، فأكيد نحن يعني كنا أحد الجهات اللي نادت بأنه يجب يصير تغيير، ويجب أن إنه يأخذون منطق العقل، ويجب العراق يروح على إنه يمشي بوابة السلام، وإن شاء الله يصير خير إن شاء الله. شكرا أستاذ صفاء. سؤال، يعني احنا بالبلاد المهجر نقدر ننتقد ونحكي، بس دي يقولون دي يأثر عليكم هل انتقاد او هل حرية الرأي، شنو رأيك بهالموضوع؟ والله انتوا راح تجيبون المشاكل. نعم. والله حقيقة شوف علي، يعني نحن بس يعني هذا خوش سؤال، واحب كل مستمعين الموجودين راديو كلداني يعني انه يتفهمونا. نعم. يعني ان نحن العراق اوكي صار تغيير نظام، بس نحن ما واصلين هالمرحله من الديمقراطيه بانه نقدر ان نعبر عن راينا بكل صراحه وبكل هذا. الفروع مالنا والجاليات مالنا عموما اكيد هناك مساحه حريه، فضاء واسع عندكم، تقدرون انه انتم تتكلمون وتسوون وهذا، بس هذا قسم منا دينعكس سلبا علينا. ليش ينعكس سلبا علينا؟ الرابطة الكلدانية هي رابطة عالمية، بالتالي هي مقر الرئيسي في العراق، وبالتالي نحن عندنا فروع موجودين بالعالم، فأكيد لكل دولة هناك خصوصية خاصة.
المفهوم عندنا بالعراق شوي الموضوع مختلف، يعني نحن ما نريد تصير امور تنعكس علينا بحيث يعني نعتبر كانه جهات خارجيه تدعمنا. يعني تعرف انت الدوله لها قوانينها، لها نحن 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 مؤسسه مجتمع مدني فاتحين ضمن قوانين وانظمه، ما يصير نتجاوز القوانين والانظمه. فانا طلبت من كثير من الفروع ان يتفهمون موقفنا، وبالتالي من يسوون اشياء معينه يكون يعني بالتنسيق معنا او تتفهمون وضع يعني وضع كوادرنا، يعني وضع كوادرنا في بغداد في كركوك في البصرة. زين، فهذا الوضع لازم تتفهمون به، لأنه قلت لك نحن مو واصلين هالمرحلة بأنه نقدر نعبر بكل ديمقراطية وشفافية، لأنه حقيقة هناك ضعف بالقانون بالعراق. زين، وبالتالي يعني ممكن نعرض لحياة كثير من كوادرنا إلى الخطر. نعم صحيح صحيح أستاذ صفاء، هذا واضح، بس احنا نريد بس الفروع تتفهم، يعني تسمع الكلام حتى بالمستقبل يعني الانتقاد يكون ضمن حدود. نعم طبعا. أستاذ صفاء، الأهداف المخطط لها والتي لم يسمح أو لم تتحقق بهالدورة الأولى، هل سيتم وضع هالأهداف بالمخطط بالدورة الثانية بالجدولة مالتكم؟ نعم 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 نعم، نحن بالمؤتمر قلت لك عندنا فقرة واضحة ومحور واضح، هو أولا تشخيص السلبيات السابقة في الدورة السابقة وشنو كانت أسبابها وكيف معالجتها، وكذلك رسم خطة مستقبلية للسنوات المقبلة بحيث نحن أن نكون واضحين أمام الرأي العام، واضحين أمام شعبنا الكلداني. زين، بينه نحن أيضا ملتزمين بالنظام الداخلي، فنحن كل هذه الأمور راح نناقشها في المؤتمر العام القادم. نعم أستاذ صفاء، سؤال سبق ووجهت كتاب رسمي بين راديو الكلداني في سان دياغو هو الناطق الرسمي للرابطة، شنو أسباب هالقرار؟ لا هو مو نحن من صار موضوع راديو الكلداني، الأخوان في سان دياغو اتصلوا بينا وقالوا يابا نحن هاي راح نسويها واجهة للرابطة الكلدانية ولسان الرابطة الكلدانية، فبالتالي نحن بناء على هذه الرغبة أكيد نحن مشكورين جدا، فنحن بالتالي وجهنا كتاب أيضا للمراجع الدينية الموجودة هناك بأنه يا بطرة الراديو الكلداني أحد واجهات الرابطة الكلدانية حتى يصير تفاهم ليس ارتباط بالموضوع. صحيح، أنا أعتقد يعني طبعا هذا ناقشناه بالاجتماع أنه الناطق الرسمي باسم الكلدان بالعالم بالعراق وبالعالم هو هذا أفضل تعبير، لأنه مثل ما حكينا بالاجتماع إذا تخلي باسم الرابطة كثير من الناس يعتقدون أن الرابطة هي حزب. نعم. ينفرون من هالتسمية، فباسم الكلدان هو طبعا ناطق باسم جميع الكلدان في العالم. انا نحن ابد ما عندنا مانع، بس قلت لك انا بناء على الرغبه مالكم من صار المحادثات، وتعرف حسب ما افتهمت بالبدايه الراديو يمكن كان كاجهزه ما اجهزه او مكان هذا يمكن كان تابع للكنيسه. نعم. اذا مو غلطاناني. اي نعم صحيح. اي كان تابع للكنيسه، فبالتالي قلنا يابا اوكي يعني نحن الان ايضا احد المؤسسات اللي اذا تعمل مع الكنيسه فليش ما نستغلها ونعملها صوت الكلدان. نعم. فكلمه كلدان للعراق والعالم او كلمه رابطه ماكو اي مشكله بالنسبه لنا. استاذ صفاء، طبعا حاليا الراديو راح الى مقر جديد وما راح يكون تابع للكنيسه. صحيح. حتى هذا الالتباس نشيله، لانه كثير من الناس يقولون الرابطة تابعة للكنيسة، راديو تابع للكنيسة، هل لازم يصير بها استقلالية؟ أستاذ قيصر أيضا مداخلة، احنا من البداية الراديو الكلداني هو تابع للرابطة الكلدانية يعني. صحيح. يا بس الكنيسة ساعدتنا والبداية كالتكاليف، فأنطونا غرفة وعدنا استوديو طبعا بجهود القائمين بالراديو أستاذ عدنان والأخوة قاموا بتأسيس هذا الراديو، وأيضا الشكر للدكتور نوري بركة اللي كان عنده دعم كبير لنا. صحيح. وأيضا دعم الكنيسة كأنطتنا مكان نبقى به، وإن شاء الله قريبا يمكن على الشهر الجاي أو يمكن بهذا الشهر حننتقل، لأنه هسه خلال بناء الاستوديو الجديد إن شاء الله. على المقابله الاخرى صفاء انكم بالاستوديو الجديد. برافو برافو برافو، عاشت عاشت ايدكم. نعم. وهذا عمل رائع، يابا انتم زناقين ما نقدر عليكم.
طبعا هذا مشكورين الكنيسة يعني هالفترة تحملونا بالاستوديو، بس طبعا الاستقلالية مطلوبة للراديو حتى يأخذ حريته بكل المجالات. صحيح. أكيد 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 أكيد. نعم. أكيد. أستاذ صفاء، هل لدى الرابطة علاقة مع بقية المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو منظمات أخرى دولية أو مسيحية؟ اتفضل. أي طبعا أكيد نحن عندنا علاقات مع منظمات كثيرة، وكل فرع في بلدان العالم عنده خصوصيته أيضا بالعلاقات معنا. وموضوع الأمم المتحدة نحن سجلناها من قبل تقريبا سنتين ثلاثة كأحد المنظمات العاملة بالأمم المتحدة، وأنا شخصيا رحت للاتحاد الأوروبي وعقدت اجتماعات في الاتحاد الأوروبي في بروكسل. فعندنا عندنا كم واسع من العلاقات مع المنظمات، يعني بغض النظر مو شرط منظمات مسيحية، بس منظمات اللي نحن اللي هم صناع القرار اللي ممكن أن نأثر بيه وممكن أنه نحصل على حقوقنا. نعم. سؤال، شنو كان رد الأخوة المكونات المسيحية من مقترح سيدنا غبطة الباطريرك مار لويس ساكو؟ عزيزي نحن من طلع المقترح حقيقة يعني كانت ردود الفعل يعني إيجابية كانت وسلبية، يعني يمكن كإعلام كان يمكن بس يعني جهة أو جهتين دعمت لهذا، لكنه بالخفاء هناك اتصالات مع كثير من هذا. أكو رد فعل مو هالقد قوي، بس لأنه نحن حثينا بأنه يابا خلي نكثف اتصالاتنا ونحاول نعقد اجتماعات، يعني إذا شفنا بأنه من الممكن تفعيل هاي المبادرة حتى نشتغل بها، إذا لا لا. لكنه يعني مو بالمستوى نطمح به. نعم. أكو هنا مداخلة من أستاذ جنان الصناطي، تحية وتقدير إلى الأستاذ صفاء، نحن في سانتياغو كان دور الدكتور نوري في إنجاح كثير من النشاطات والفعاليات وخاصة دوره الكبير في تأسيس الراديو الكلداني، شنو رأيك أستاذ صفاء؟ اتفضل. والله حقيقة نحن أكيد نحن قلت لك نحن فخورين ونحن مشكورين، وهذا عمل رائع تقومون به، والدكتور نوري أيضا ما مقصر وهو نشط وفعالياته كثيرة، وأكيد كل الأخوة الآخرين في هيئة رئاسة الرابطة الكلدانية هم نفتخر بالعمل مالهم ونفتخر بنشاطاتهم، والراديو الكلداني رائع وحقيقة أحد الأصوات المهمة، نحن نأمل أنه تتحول إلى فضائية. هذا طموحي أنا، يعني أتمنى هذا الطموح أن يتحقق بأنه كيف نأسس فضائية وتكون مقرة عندكم هناك، فنحن أكيد نرفع القبعة لكم. نعم، شكرا جزيلا أستاذ صفاء. أستاذ صفاء، كلمة أخيرة توجهها لأبناء الأمة الكلدانية. والله كلمتي الأخيرة لأبناء الأمة الكلدانية بأنه رابطتكم هي رابطة الكلدانية، هي الرابطة اللي تأسست من أجل جمع البيت الكلداني، هي رابطة اللي تعبر عن هويتكم الكلدانية، الرابطة تعبر عن انتمائنا للشعب الكلداني. زين، فأكيد الالتفاف حول الرابطة راح يكون لها مستقبل كبير وراح يكون لها نشاطات واسعة، ولكن كله يعتمد على أنه هذا الشعب أن يفهم بأنه نحن بأمس الحاجة بعد كل هالظروف اللي صارت وكل هالهجرة صارت وكل هالأبناء الجاليات، فلازم أن نرتبط عن طريق الرابطة الكلدانية، وهي أولا وأخيرا هي بيت الكلداني. طالما أستاذ صفاء حشيت على الهجرة، ممكن تحكينا على الهجرة الحالية؟ هل توقفت؟ هل مستمرة وضع شعبنا الكلداني المسيحي بالعراق بعد الأحداث اللي صارت؟ نعم، أنت تعرف أحداث داعش، يعني هي فترات الهجرة العراق، تعرف كل فترة كان لها نمط معين، يعني من أحداث سيئة النجاة إلى موضوع داعش. الآن اللي صار كالآتي، يعني حتى نكون صريحين، يعني بين اللي صار بأنه الآن هناك صارت هجرة هي اللي لم الشمل، يعني الآن كوضع أوكي أنا وياك مو هالوضع الجيد في العراق، لكنه الوضع الأمني يعني لا بأس به، الوضع الاقتصادي نوعا ما لا بأس به. زين، لكنه الآن الشخص الدليل يهاجر لأنه أبوه طلع، لأنه أخوه طلع، لأنه أخته طلعت، فصار الآن موضوع لم الشمل. يعني معلوماتنا نحن من الدول الجوار اللي تصير محطة بين الأرقام بتبقى نفسها، يعني عندك 1000 عائلة مثلا في عمان، إذا 200 عائلة بدها تطلع منهم
إلى أمريكا وكندا ليجي 200 عائلة من العراق بداله. فحقيقة نزيف الهجرة موجود، وحقيقة نحن أيضا يعني في نريد نناقش هذا الموضوع بأنه نتعاون مع الكنيسة كيف أن إنه نعاون، يعني نعاون الآن على الباقين في العراق، يعني كيف نحافظ على الباقين في العراق. لذلك ضرورة ملحة جدا على 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 الكنائس وعلى المنظمات وحتى على الدول كيف تساعد على الباقي بالعراق. يعني انت تعرف كل اجتماعات البابا اللي يسويها مع الـ مع الـ مع الكرادله او اللي يسويها مع البطاركه مال الشرق الاوسط وكنائس الشرق الاوسط كلها تريد تحافظ على هذا المتبقي، لانه المشكله هي مو بس في العراق، نفس المشكله اكو في لبنان زين عندنا. فبالتالي نحن امام مأزق حقيقي ويجب معالجته. شكرا استاذ صفاء. بس سؤال باعتباركم قريبين عن الوضع بالعراق، يعني توقعاتكم عن المظاهرات ومستقبل السياسي للبلد، يعني احنا نشوف الاخبار بس انتم اكثر قرب عن الاحداث، شنو توقعاتكم عن مستقبل السياسي بالوضع بالعراق؟ حقيقه نحن الان يعني تعرف تم تكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومه انتقاليه او حكومه مؤقته وش ما تسميها سميها، يعني اكيد العرض الحكومه والكفاءات اللي راح يعينوها راح تبين بانه هل الحكومه هي جاده في عمليه تصحيح المسار ماله او لا. ثانيا مهم جدا هو عمليه اجراء انتخابات مبكره، فاذا اذا اذا البرنامج مشى تشكيل حكومه كفاءات ومن ثم انتخابات مبكره وتغيير بالنظام الانتخابي، يعني اكيد الوضع راح يبدي يعني يتغير مساره وراح يبدي نحو الأحسن. أما إذا تشكيل الحكومة صارت نفس السياسيين وماكو انتخابات مبكرة وماكو أي شيء، لا إذا الوضع أنا أقول لك راح يروح على أسوأ. أستاذ صفاء اليوم شفت صورة صدق يعني محزنة ومضحكة بنفس الوقت، واحد منزل صورة باب الشرقي بغداد عراقيين سنة 2078، فهم مطلعهم هم ضعاف كأنه من استمرت المظاهرات إلى هذا الزمن. نعم. فدي يطالبوني بالحكومة الجديدة، يعني ما أعرف هاي الصورة صدق تعبر عن هاي 5 أشهر ونتيجة ماكو. يعني هي حقيقة معاناة زين، ومثل ما يقولون يعني إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب للقدر. بس نحن شو نقول؟ نقول بأنه ثروات العراق وخيرات العراق كثيرة، وممكن تعوض كل السنين الجفاء اللي صارت لنا. يعني بلد كبير، بلد ثرواته هائلة، مداخيل هائلة، يعني انت ممكن في 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 حكومة جيدة وحكومة تكنوقراط وان يكونوا السياسيين واعين لمعاناة الشعب صار خلال 2 أو 3 سنين الوضع يتغير ويصير يمكن افضل من غير دول، لكن هناك تبقى الرغبة، تبقى عملية الإصرار، وهذا ايضا يعتمد على صبر المتظاهرين، يعني صبرهم هذا ايضا يخلي بانه ان شاء الله نوصل للهدف المنشود ان شاء الله. امين ان شاء الله. استاذ صفاء، اجانا سؤال من الاستاذ جوزيف البازي يقول ما هو رايكم بالموضوع تصريحات سيدنا ساكو ضد الاشوريين، هل هذا اعلام؟ تحياتي. اتفضل. يعني وين مصرح سيدنا ساكو ضد الاشوريين؟ ما اعرف، هو هاي المداخلة مالته استاذ جوزيف البازي. جوزيف البازي اعرفه صديقي وكان في كركوك، بس يعني وين سيدنا البطرك متكلم ضد الاشوريين؟ يعني في اي مقال، في اي صحيفة، في اي تصريح حتى علق عليه؟ ما اعرف. يعني هي شنو ردة فعل مالتك؟ شنو جوابك له؟ تفضل. لا يعني 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 سيدنا البطرك قصدي، يعني قصدي هو ده يقول من تصريحات سيدنا البطرك ضد الاشوريين. يعني أنا ما أعتقد. نعم نعم، أنا ما أعتقد كان أكو هالشكل تصريح من سيادة. يجوز القاري الأخ جوزيف على الفيسبوك فات كلام من شخص ومستند عليه، بس أنا هم ما سامح في شيء. أنا ما سامعه. نعم. طبعا عندك تحية من أستاذ أصمت الله وردي يقول جزيل الشكر والتقدير للأستاذ صفاء على هذا الحوار الصريح والمهم. أشكرك علي وأشكر أبو يوسف. نعم أستاذ صفاء، الآن قلت أنت مقركم بكركوك مو ببغداد، تمام؟ أنا مقر سكني. مقر سام. إذن مكتب الرئيس للرابطة الكلدانية أين هو؟ في أربيل.
يعني أنا أنا أروح وأجي إلى أربيل. نعم، لماذا اختاريت أربيل؟ في أربيل يعني هي الأمور أو الأحوال السياسية لا 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 أحسن هي هناك؟ هي هو نحن من أسسنا الرابطة. نعم. طلعنا الإجازة من إقليم كردستان، من طلعنا الإجازة من إقليم كردستان صار المقر الرئيسي في أربيل. نعم زين، وبقى المقر الرئيسي في أربيل يعني مو غير شيء. نعم أستاذ صفاء، بالمؤتمر القادم هل هناك مقترحات يعني رئيسية تغيير فد شيء برنامج الرابطة، خطط الرابطة المستقبلية، ممكن تحكينا شوية عنها؟ يعني أنا ذكرت لك نحن عندنا بالمؤتمر القادم إن شاء الله من ينعقد عندنا أكيد نحن خلينا محاور مؤتمر، يعني حتى على ضوء المحاور المؤتمر نحن نقدر أن إنه نعرف شلون نعمل. فحقيقة المحاور كانت أولا هي عملية تمويل الرابطة وكيف نجد أسس علمية وأسس أن إنه نديم التمويل الرابطة. عندنا إعادة النظر بالنظام الداخلي زين، بأنه نشوف بيها شنو سلبيات شنو إيجابيات. عندنا إعادة نظر بالهيكل التنظيمي للرابطة تنظيميا. عندنا رؤية مستقبلية للرابطة وشلون نشخص الأخطاء السابقة. راح نناقش أيضا علاقة الكنيسة بالرابطة، يعني بعد تقييم 4 سنوات كيف كانت علاقتنا وين كانت السلبيات والإيجابيات. وعندنا أكيد إجراء انتخابات تشكيل هيئة رئاسية جديدة، لكنه عندنا موضوع مهم يمكن هسه بالمحور هم نحن ما تكلمنا، وهو بأنه دراسة إنشاء ذراع أو هيئة سياسية للرابطة. نعم أستاذ صفاء، بس التمويل المالي كلش مهم، أكو فد طريقة قانونية أنه الدولة تساهم في دعم الرابطة ماديا؟ بالنسبة للعراق منظمات المجتمع المدني ماكو، يعني ماكو فد بجت معين الدولة تنطيهم. بالنسبة للأحزاب السياسية أكو مقترح مشروع بس لحد الآن ما تنفذ، يعني ما أنطوا أي شيء، فحقيقة ما أكو من الدولة ما نقدر نحصل أي شيء. نعم أستاذ صفاء، أنت قلت عندكم مقترح دراسة الهيئة السياسية المستقبلية، شنو قصدك؟ نعم. هنا الهيئة السياسية يعني أكو بالمستقبل أعضاء من الرابطة الكلدانية يدخلون مثلا بالحكومة العراقية يصيرون نواب شيء معين؟ تفضل. يعني نحن شنو نحن تعرفين هي تجارب. نعم. وكل تجربة زين تنطيج أمور معينة تدرسيها. فنحن حتى تكون الرابطة يعني صامدة وثابتة على المبادئ اللي تأسس عليها، فنحن نحتاج إلى مشروع عن كيف نخدم شعبنا الكلداني. فهذا عملية الخدمة للشعب الكلداني زين، نحتاج على أنه تكون الرابطة جاهزة للمرحلة المقبلة. أنت تعرفين المرحلة المقبلة بالعراق قلت لك ممكن يصير انتخابات مبكرة زين، وبالتالي ممكن يصير تشكيل حكومة. فنحن يجب أن نكون مهيئين مثل هذا الضرب، بما أنه الرابطة هي منظمة مجتمع مدني فبالتالي ما تقدر تشارك في أي انتخابات مقبلة. تجربتنا اللي سويناها سابقا مع ائتلاف الكلدان تمام كانت ناجحة وفزنا بمقعد واحد، لكنه أيضا كان عندها سلبيات أو وإيجابيات. نعم. زين، فنحن قلنا خلينا ندرس إمكانية تأسيس جناح سياسي زين، أو إمكانية الدراسة بأنه يتم تأسيس حزب سياسي تكون كوادرها من الرابطة زين، حتى نكون مستقلين باختيار ومستقلين بالقرار. فطلبنا شكلنا لجنة، واللجنة بدها تدرس، لأنه نحن كنظام داخلي للرابطة ما تتحول إلى حزب سياسي. نعم. زين، بس نحن ممكن انه نساهم كوادرنا تساهم زين بتشكيل حزب سياسي مستقل بقيادته بكوادره كامل مكمل، ايضا تكون الرابطه مدعومه من عندها حتى تقدر انه يعني حتى المتغيرات اللي تصير بالعراق تكون حاضره بها. كما تعرفين انت يعني الساحه السياسيه بالنسبه للاحزاب الكلدانيه معروفه، هناك الحزب الديمقراطي الكلداني والمجلس القومي الكلداني زين، بالتالي الرابطة كانت هي أقوى فعالية موجودة، وبالتالي حتى الرابطة دخلت مع الحزبين في ائتلاف بأنه دعمتها وكانت كل الأمور من الرابطة. فبالتالي نحن شفنا ضرورة أن إنه نناقش موضوع إنشاء جناح سياسي أو ذراع سياسي للرابطة. نعم. شكرا أستاذ صفاء. بعد استقالة السيد عادل عبد المهدي البعض كان يقترح يطلع على المواقع يرشح نفسه رئيس وزراء، والبعض قال أحسن شيء يكون رئيس وزراء مسيحي حتى لا ينحاز لأي طائفة،
هل هذا الحكي يعني كان متداول يمكم هناك بالعراق؟ والله يمكن بس كان متداول لغرض المزح لا أكثر ولا شيء، مو لشيء. أنا بالعكس أنا أعتبر لو هم مختارين رئيس وزراء مسيحي يمكن راح يصير أفضل رئيس وزراء موجود بالعراق، لكنه أنت يعني تعتقد بهيك سهولة بأنه هم رئيس وزراء من الكتل مالهم ما يوافقوا راح يوافقون على رئيس وزراء مسيحي. بس حقيقة يعني إحنا المسيحيين أثبتنا مو هسه، يعني منذ الأزل منذ التاريخ القديم بأنه إحنا الناس وطنيين وموالين لوطننا وموالين موالين لمبادئنا، وعمرنا ما عملنا شيء مخالف لإرادة الشعب وإرادة الدولة، فأكيد نحن كفؤين أكثر من الباقين، نتكلم بكل شجاعة يعني. نعم. شكرا. أستاذ صفاء، مداخلة أخرى من الأستاذ جوزيف البازي، يقول تحياتي إليك أخ صفاء، رجل مناسب في المكان المناسب. أشكر أستاذ جوزيف. نعم. زين لا أنا 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 خادم مو 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 وأنا خادم لكل المسيحيين. نعم. أستاذ صفاء، كترابط الرابطة الكلدانية الموجودين بالعراق وبالعالم يعني يصيرون كلتهم فت قلب، شلون تقدر تجمعهم كلتهم بهذا القلب؟ كيف يتم التواصل بين كل الفروع والمكاتب وترضية كل هاي الفروع والمكاتب؟ تفضل. يعني حقيقة هي مهمة شاقة ومهمة صعبة. أنت من تريد تدير مؤسسة على حجم الرابطة الكلدانية ومؤسسة إلى فروع بالعالم وإلى فروع بالعراق وإلى مكاتب، أكيد عملية مو سهلة ياها. بس نحن يعني نستطيع الحمد لله يعني بقدر الأمر بأنه نتواصل عن طريق اجتماعات السكايب، نتواصل بصورة فردية بالمكالمات، نتواصل عن طريق الجروبات اللي نحن مسويها. يعني أنا بالعكس أنا أرغب كل سنة يصير مؤتمر، مو كل 4 سنين، بس هي الإمكانية المادية ما تخلينا. يعني أنا كل سنة إذا صار مؤتمر في بلد من البلدان، تعرفين إيش قد هذا راح يفيد، وإيش قد راح يزيد من النشاطات، وإيش قد راح نتقارب أكثر. بس تسوين الظروف المادية إلنا ما مدى تساعدنا. يعني أنا أكون صريح، يعني كل الأحزاب السياسية والمنظمات الموجودة بالعراق إما عندها أذرع بالدولة تستفيد معها، أو هي منتكية إلى أحزاب كبيرة تدعمها. نحن لأنه أخذنا استقلالية وقرار باستقلال قرارنا، لذلك نحن ظلينا بأنه نحن نفتقر للعامل المالي، ولأن نحن لو الآن موالين إلى أحزاب كبيرة وموالين إلى جهات أخرى كنا سكون حصلنا مساعدات. نعم صحيح. أستاذ صفاء، فالسؤال على الوضع السياسي. طبعا الوضع السياسي في العراق صعب للغاية، والأحزاب تتحمل المسؤولية الأكبر، بس ما تشوف أنه الشعب العراقي يتحمل جزء من المسؤولية؟ لأنه كل ما نسمع رئيس وزير فاسد، وكيل وزير فاسد، كبار المسؤولين فاسدين، زين الشعب الموظفين، زين شنو هالحالة وصلت إلى الحالة أنه صارت ثقافة السرقة هي السائدة بالبلد؟ هو هذا الكلام اللي صار. مشكلة الآن بالعراق زين ما بقت قيم وما بقت أخلاق. المشكلة من أنت تفقد القيم مالك، هذا يعتبر انهيار الدولة. الدولة ممكن تصمد 100 سنة لكنه بهالقيم هذا صعب أن تصمد. هذا الشعب أكيد كان لازم أن يكون واعي في اختياراته، واعي في الانتخابات ماله. نحن مشكلة الشحن الطائفي خلى كل فئة بالعراق أن تصوت إلى واحد من دينه أو من قوميته أو من كيانه بغض النظر عن إنه هذا زين. صارت تجربتين صارت ثلاثة يا أخي، لازم الناس توعى. الآن بدأ صحوة الضمير يطلع، بس بعد شنو؟ بعد ما تحكمت الأحزاب المسيطرة على الدولة على كل مفاصل الحياة، فمو بهالسهولة هذا راح يتم عملية التغيير. تحتاج إلى كثير من العمل، يحتاج إلى كثير من النضج زين. وايضا انا هم عاتب الدول العظمى، يعني الولايات المتحده الامريكيه او الدول الاوروبيه، هي لازم كان تدعم المسار الديمقراطي، تدعم الفئات الليبراليه، تدعم الاحزاب البيروقراطيه زين. هذا الدعم احتمال كان خلاها ان انه شويه تصعد. يعني انت الان من اكو حزب معين اخي، اذا هذا حزب علماني ادعمه يا اخي ادعمه. طبعا هذا 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 امكانيات الحزب الاخر قياسا هذا الحزب راح يطلع ملاليم. وثانيا ايضا الدول العظمى الكبيره مثل الولايات المتحده الامريكيه لازم كانت تهتم بالكفاءات العراقيه زين. ترى ما صار الاهتمام هذا،
فالبلد تراجع كثير على كل المستويات. زين أستاذ صفاء، ألا تعتقد أن التيار الديني لما صار التغيير هو كان الأغلبية، هو المسيطر، يعني الأحزاب العلمانية ما قدرت يعني تجاريهم، لأنه الأكثرية متعاطفة بالإسلام أو بالطائفة، فوصلت إلى حالة بحيث العلمانية صارت أقلية ما لها دور يعني قوي بالمجتمع، وده نشوف الوضع يعني مدى يتحسن. كنا بالسبعينات إذا واحد يسرق أكو قانون يحاسب، هسه كل الأمور فالتة، يعني لا هو بالسرقات، لا هو بالجرائم، لا كل شيء ضايع بالبلد. زين على هالوضع يعني ايش قد يراد البلد حتى يتصلح؟ يعني ثقافة مجتمع كلها إرادة إعادة تأهيل. شنو رأيك استاذ صفاء؟ نعم، يعني وياك التيار الديني هو سيطر على الساحة، بس كانت الدول وكانت الولايات المتحدة الأمريكية كان اكو كثير من الخيوط بيدها في بداية الأمر. زين يعني بس من اجى حاكم بول بريمر وبالقرارات ماله وبعدين اللي رافقوه ايضا هم كانوا جزء من الـ من الـ من الـ من المشكله. زين جت فتره اوباما اصلا غسل ايده من العراق. زين يعني ترك البلد اربع نعم. سنين او ثمان سنين بقى بالفتره ماله. زين انتو خويا عملية التغيير مو هيجي قبل انت غيرته بدقيقة واحدة، وانت انا مو اذب اللوم 100% عليهم، لكن هم كانوا ايضا جزء من المشكلة، وجزء الاخ ثقافة الشعب العراقي. زين تقبل الديمقراطية، الشحن الطائفي اللي صار، وضع الجغرافي للعراق مع الدول ماله، كل هاي عوامل. الان بدأت الناس تحس بانه يا بطلة مو هيجي، ما يحتاج بعض طائفية، يحتاج واحد من يخدم البلد. اثنين هاي الثقافة مثل ما تفضلت، الان ثقافة السرقة وثقافة الحرامية هي صارت السائدة. زين انا الان اجزم لك حتى لو صارت انتخابات مبكرة، زين هم راح يصير شحن طائفي، ولا هم الان يتفضلي هاي انتخابات مبكرة راح تصير بنظام انتخاب جديد، خلي يصوتون للناس اللي هم يفيدون مجتمعهم واللي هم يخدمون الناس. نعم استاذ صفاء، اكو هنا دعوة من استاذ أصمت الله وردي، ايضا من الاخ العزيز جوزيف البازي، ندعو الاستاذ صفاء الى زيارة امريكا مع كل الترحيب. والله حقيقة أيضا من الراجل الداني ندعوك استاذ صفاء. اي نعم، انا من زمان اريد اجي الى امريكا. نعم. ويعني مرتين عندي سمة دخول الى امريكا، بس هي الظروف صارت يعني جتي بعض المرات في اوقات غير ملائمة ما قدرت اجي، بس انا اكيد راح اوعدكم يعني انا ان شاء الله بالقريب العاجل بكت قبل المؤتمر انا اكون موجود هناك حتى ممكن التقي معاكم وممكن ندرس كثير من الأمور. نعم أستاذ صفاء، أنت خلال هالأربع سنوات هل قمت بزيارة بعض فروع ومكاتب الرابطة الكلدانية الموجودين بالعالم؟ إيه نعم، أنا عندي يعني زرت مكاتب فرعنا في فرنسا، زرت فرعنا في هولندا، زرت رحت إلى بروكسل، يعني ما يمكن هالبلدان. زين زرتها، ويعني استراليا بعيدة، امريكا انتم مشكلة هاي مال 15 ساعة بالطيارة. نعم. زين بس ان شاء الله راح اجي. زين إن شاء الله. كندا، يعني هل الزيارات اللي قدرت اقوم بها قمت بها. استاذ صفاء، عودة لسؤالنا السابق، يعني احنا اني كاتب كتبت اكثر من مقال بعد التغيير، يعني امريكا صح غيرت الوضع وكان لها بعض التقصير بالنسبة لحل الجيش وهاي، بس يعني أنا أشوف أنه الشعب العراقي يتحمل مسؤولية اللي يجري الآن، لأنه الولايات المتحدة هي مو واجبها تجي ويا حرامي تشوف منو ديبوك، هو الشعب لازم يختار الناس اللي سوت الانتخابات، المفروض الشعب يختار الناس الجيدين. يعني البريمر او غير بريمر لو ما يعرف هذا منه وهذا جيد لو مو جيد، هم اتفقوا بيناتهم انتخبوا حكومه انتقاليه وانطتهم مجال انتخابات. زين لما يجي العراقي يزور او الحزب يزور الانتخابات، مسؤوليه الولايات المتحده او التحالف تنتهي، لانه هم هذا الشعب ده يختار ناس اللي هو المفروض يختارهم جيدين. فشنو رايك بهذا؟
فكرة. أي ما يخالف، أنا أسأل سؤال، يعني الناس كلها تشوف بأنه وضع الدولة من أول يوم صار لحد الآن زين مو هالوضع كويس زين. الأوروبا ودول العالم وأمريكا من تتكلم مع هاي الدول، من تتكلم مع رئاسات بالهم، ليش ما تأكدون بأنه يابا أنتوا ترى لازم تعدون سلوكهم، وأمم المتحدة تحكي أشو كل واحد مطمطم الأمور والسلام. يعني أنا أسأل سؤال، أكو كثير دول تشوفها دائما الدول العظمى تقول لك يابا بالسودان أنا هاي الدولة ما تراعي حقوق الأقليات أو ما تراعي حقوق الإنسان، عليها بلاك ليست وكذا وكذا. يعني شو ولا واحد ما اشتغل ويا العراق هيك. يعني هسه استاذ صفاء بالعراق لما الحكومة الأمريكية تقول تعاملوا بديمقراطية ويا المتظاهرين، مدى يفيد؟ يعني هاي ثقافة المجتمع، المفروض هو الشعب هو اللي يقرر. وهذا نعرف هذا كله، نحن كش قلنا اكو خلفيات وصلت الوضع هيجي. يعني هاي الخلفيات اللي صارت، اللي الظروف اللي صارت بالعراق، التعامل اللي صار كله وصلنا. يعني النظام الانتخابي، يعني الامم المتحده ما كانت تقدر تتدخل بانه يا بطل هذا النظام الانتخابي مالكم، هذا منين بنيتوه انتو؟ يعني منين بنيتوه انت؟ تعال انت 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 تفوز بقائمه، انت ما محصل بالقائمه 20 صوت تفوز انت نائب بالبرلمان. منين جت هاي الامم المتحده؟ ما تقدر تقول يا بطل هذا الانتخابات بانه ترى اكو بيها ديفكت، اكو بيها اوبجكشن فلان مكان. نحن اللي خليني ما هم ايضا جزء من المشكله. انا ما انكر هناك وضع في مجتمع العراقي صار مختلف، وصار انسان عراقي حقيقه تغيرت السلوك ماله، بس وشي يجمع شيء. نعم استاذ صفاء، اكو مداخله من استاذ جوزيف البازي. اخ صفاء، شنو دور اسوان الكلداني في العراق؟ هو عضو البرلمان العراقي، تفضل. يعني حقيقة يعني أنا شاء أتكلم عنه، هو رجل عضو برلمان، يعني قضية الدور، هو عضو بالبرلمان عن كتلة ريان الكلداني. نعم. زين، وقضية أعضاء البرلمان أكيد يعني هم دي يعملون، بس يعني مو هالعمل اللي نقوله بأنه عموما يعني ما دي يعملون هالعمل القوي، بس أكو أيضا ظروف صعبة هم أيضا دي يعانوها، وظروف أخرى أيضا ظروف سياسية. يعني اكثر من هذا ما اقدر اتكلم، لانه الرجال لا من قتلتي ولا من هذا حتى اتكلم على اداءه. نعم استاذ صفاء، ولو تعبناك بالاسئله، لا هسه نسمع بالاخبار انه الرئيس وزراء المكلف الجديد عنده كابينه وزاريه جديده، شنو رايكم؟ هل يقدر ياخذ مستقلين حسب ما يقول بالاعلام، ولا الاحزاب هي نفسها راح تختار المجموعه وباعتبارهم مستقلين بس تابعين بصورة غير مباشرة لهم؟ يعني أنا أعتقد برأيي الشخصي يعني ما راح يقدر، أنه هو صح يدعي بالإعلام حكومة تكنوقراط وبعيدة عن السياسيين. يعني أكيد خلال أيام راح نسمع أساميهم، بس ما راح يقدر يطلع من البودقة السياسية. يعني نعم. مشكلة هناك برلمان. نعم. هذا البرلمان هو راح يصوت على الحكومة. نعم. البرلمان عبارة عن كتل سياسية، والكتل السياسية الموجودة كلها تريد، يريد وزير، يريد مدير عام، يريد وكيل وزير. زين، كيف هذا رئيس الحكومة راح يقدر يطلع من هاي البودقة؟ حقيقة ما أعرف، عملية صعبة جدا. نعم أستاذ صفاء، هنا أنا لما تكلمت على أسوان الكلداني اللي هو تابع إلى ريان الكلداني، هي ذيك الكتلة، كاستخدام لقب الكلداني، هل يشوهون صورة الكلدان؟ يعني هو حر بشي يتكلم، يعني عنده كتلة بابليون وعنده. نعم. هذا يعني مال بأنه يستخدم اسم الكلداني، هذا حرية تابعة له، يعني مو ضمن اختصاصي أنا. صح أنا رئيس وزراء الضابطة الكلدانية، بس رجل عنده مسمى، وهو يعني إذا هو أكيد سلوكه وعمله هي راح تنطي رد فعل بأنه للكلدان، لا أكثر ولا أقل. نعم. أستاذ صفاء، فرصة سعيدة لحكينا وياك اليوم، وتعبناك بهواية أسئلة، وأني سعيد اللي حكيت وياك. أنا قيصر الصناطي، وأترك المايكروفون للزميلة جنان تنهي البرنامج. شكرا جزيلا أستاذ صفاء. أشكرك أستاذ قيصر، وشكرا جزيلا. أنا أيضا تكلمت معك، بس أنا متابع كل مقالاتك تنزل. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا استاذ صفا هندي على جميع المعلومات القيمه اللي انطيتها لنا، خاصه عن انتخابات الرابطه الكلدانيه القادمه. ان شاء الله تتحقق هالانتخابات بخير وسلامه، وتطلع لنا وجبه اخرى جيده مثل هالوجبه اللي عندنا، اللي قاموا بانجازات جيده مثمره بحق الكلدان. شكرا جزيلا استاذ صفا، وسلامنا الى جميع اعضاء الرابطه الكلدانيه الموجودين عندكم والموجودين بالعالم كله. شكرا جزيلا، وشكرا للراديو كلداني، وشكرا لي شخصيا وكل الاخوه العاملين بالراديو. ان شاء الله تجدد لقاءات مالنا، وان شاء الله المؤتمر القادم راح تسمعين به ان شاء الله اخبار جيده. نعم، وان شاء الله نشوفك قريبا هنا في سانتياغو كاليفورنيا. اكيد اكيد 100%. نعم مستمعينا مشاهدينا، وصلنا الى نهايه هالفقره، نروح فاصل غنائي وبعدين نرجع وياكم فقرات جديده. رد باب الغور بتشعي ثار شد مردوثة البايد شن بلا خيون بث نهرين معمورين شلامة وحباب براسيون كلدانا يا كلدانا يا كمي كلدانا يا كلدانا يا ما حيلي روش ما دخن دقاريلي آوى مثلو أنا خيلي كلدانا يا